ايه دول يا ابن عم؟ مالك ذهنيتك شارده ليه؟ ذهنيتك او بعد ذهنيتك دي مفروض ما اقولش اي حاجه. فلوس يا رمزي، الفلوس. كل ما بقعد في البيت يقعدوا يقولوا لي هات 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 هات. الله، ما تديهم يا دولة، ايه المشكله في كده؟ اذا كانت الفلوس اللي بتطلع من البازار ما بتكفيش بيت الطالبات اللي انا عايش فيه. اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا الغي وجبه. صدق دي ممكن تبقى نصيحة كويسة، بس أنهي وجبة؟ الفطار، البريك دانس. البريك دانس؟ البريك دانس يا بني آدم مش أكل. أمال إيه؟ لبس. خلاص إلغي اللبس. أو ألغيك من حياتي خالص، لبس إيه اللي ألغيه؟ أنا بقى المشكلة دلوقتي إن أنا بفكر أعمل مشروع، بس إيه هو المشروع؟ مش عارف. سيبها لي أنا بقى يا دولة، دي مشروعك عندي وما تقلقش. زي ما قلت لكم بقى يا جماعه، انا محتاج ازود دخلي عشان طبعا الالتزامات الكتير اللي موجوده. يعني اهلا وسهلا بيكم يعني، بس كل ما في الموضوع يا ريت تفكروا معايا ازاي ازود دخلي. مشي الواد رمزي. مشيته قبل كده من سنتين وهو لغايه دلوقتي مش فاهم ان انا مشيته. انا عايز حل عملي. انا رايي انك انت تنشط البازار. انشط البازار ازاي بس يا حماتي؟ حماتي انت مش واخده بالك، امال انا بتكلم في ايه من الصبح؟ انشطه ازاي بقى؟ انا عندي فكره هايله يا حبيبي. اقول لك حاجه، انت تبيع دباديب وهدايا من بتاعه الحب، ولو ان الرومانسيه خلاص ماتت اليومين دول، بس عارف لسه في شويه ناس عندها شويه مشاعر. مشاعر؟ مشاعر الكلمه دي غريبه قوي. مشاعر يعني ايه؟ دبه ايه وقرد ايه؟ هو احنا لسه هناكل ونشرب؟ جيب حاجه كده من اللي الناس بتحبها ومحتاجينها، يعني مراهم روماتيزم، كلاسين صوف كده يعني. كلاسين صوف؟ عايزانا اشتغل كلاسينج يا ماما؟ لا طبعا غلط. كلاسين صوف ايه ومراهم ايه اللي الناس محتاجاه؟ الناس محتاجه جل وبارفانات. او بص انا هقولك، ايه رايك لو تبيع البازار وتاخد فلوس وتحطها في البنك وبعدين تاخد فوائدها؟ والله انا بص يا نجلاء ما بفهمكيش، وخصوصا لما بتقعدي تتكلمي كده ما بفهمش خالص الحكايه دي. لكن لو انا بعت البازار انا بقى هعمل ايه؟ شوف لك شغلانه بقى. بسم الله ما شاء الله عليكي، غبيه طول عمرك، اجسام فيله وعقول عصافير. اقول عصافير ايه؟ ما تحترمي نفسك. انت احترمي نفسك يا ليله الادب، لمي بنتك يا مجيده. لا لا لا، انت اللي شتمتيها الاول. خلاص بقى يا جماعه، هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وانا قاعد؟ هتفكروا معايا في المشروع ولا لا؟ والله احسن حاجه يا عادل تعملها انك تتاجر في الذهب. مش اما نلبسه الاول نبقى نتاجر فيه. عموما يا جماعه انا متشكر قوي على اقتراحاتكم، واقتراحاتكم دي ان شاء الله مش هاخد اي حاجه منها. انت حر. امال بتاخد راينا ليه؟ انت لو ما عملتش الفكره بتاعتي يبقى انت ما بتفهمش حاجه اصلا. عادل بجد بجد صدقني، الذهب ده احسن فكره، حاجه كلاسي كده. كلاسي كده؟ بصي يا حماتي انت واخده فيا مقلب جامد جدا. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده. انت يا استاذ يا محترم خدت اراء كل الناس دي، ما خدتش رايي انا ليه؟ مش عاجباك ولا ايه؟ يا سلام يا سناء، انت مدرسة علم نفس بالعافية، عايزة كمان تفتي في التجارة؟ يعني الست مجيدة بتاعتك دي وبنتها الهبلة دي هما اللي بيفهموا لك في التجارة؟ قصدك يا سناء؟ ما قصدكيش انت يا رانيا. بحسب. يعني تقصدين انا؟ انا وجهت لك كلام ولا انت حاسة من جوه نفسك انك فعلا هبلة؟ لا 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 جميع يا سناء، مش معقول ده اسمها البنت. نو سموكينج ايه دلوقتي يا جماعة؟ انتوا مش ملاحظين حاجة مهمة جدا؟ اخوانا التاريخ هيتسطر هنا في شقتي، سناء هتقول اقتراحها. يا سلام، اتفضلي. اتريق اتريق. رايي يا جماعه يا سلام، سجل يا تاريخ، اشهدي يا جغرافيا، صوري يا حساب مثلثات. يعني ايه يعني ايه حساب مثلثات؟ سناء هتتكلم، انت مش ملاحظه ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا حضرتك، ما حدش يقطعها بعد اذنكم، اتفضلي الميكروفون معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحل هو بيع كروت شحن. بيع كروت شحن؟ يعني احول البازار لبيع كروت شحن؟ ده انت اتجننتي. في حل تاني؟ لا لا، ولا حل تاني ولا حاجه ولا حاجه. خلاص يا جماعه يا جماعه، انا ما عنديش مشكله اصلا، انا ما عنديش اي مشكله، الحمد لله البازار شغال زي الفل، والفلوس اللي بتطلع منه بقدر اصرف عليكوا بيها. خلاص يا ابن عمي، وعد ونفذت يا عم. بص بقى المشروع ايه ده؟
جايب لي مشروع في الكيس ده. بص دولة، دي مراية محنطة بتاعت لويزا الطيبة اللي كانت في فيلم ناصر الدين الأيوبي. ناصر الدين الأيوبي؟ يا ابني اسمه ناصر صلاح الدين الأيوبي من أليوب هو. أيوة هو ده دولة. إيه رأيك بقى؟ نشوف لها طريقة. طريقة إيه ونشوف لها إيه؟ أنت قصدك يعني إن دي قطعة آثار أصلية؟ يا دولة، يا دولة الأصل بيبقى غالي، ده مصري. مصري يعني أصلي؟ يخرب بيتك، أنت عايز تضر مصلحة البلد يالا. مش هضر مصلحة البلد، إحنا مش هنبيعها لحد من جوه البلد، هنبيعها للأجانب بس. بس يالا، بس يالا يا خبي، جايبها منين دي؟ يا دولة أنت بس يالا إيه؟ أنت مش قلت لي إن أنا عايز مشروع وعلشان الفلوس هنا مش مقضية بيت الطالبات؟ أيوه بس ده مش مشروع، ده مش غير مشروع، يعني ده غلط. غلط إيه بس يا دولة؟ فهمني بقى، المراية المحنطة دي بتاعة الست اللي كانت ماتت من زمان قوي، يجي من 50 سنة. 50 سنة؟ أيوه، ولم يستدل على الورثة بعد. أيوه وأنت جبتها من بنت خالتها يعني ولا إيه؟ يا عادل، من واحد صاحبي عزيز عليا قوي ونعرف بعض من زمان وبنتعامل مع بعض ايه كاننا اصحاب بالظبط، اسمه سيد فرعون، بيشتغل في الاثار المهربه. ايه رايك يا دوله نجيبه هنا؟ تجيبه هنا فين؟ يخرب بيتك، انت عايز توديني في داهيه؟ لا يا عم، انا هخلي مسؤوليتي وابلغ فيك انتوا الاثنين. لا تبلغ ايه ايدك يا عادل، قطعها لك. بقول لك ايه، اسمعني كويس، احنا طبيعه عملنا الجديده دي لازم تتحط بالكتميه العامه والسريه التاني. طب يعني اعمل ايه انا في القطعه اللي انت مهربها لنا دي؟ عادل كل شويه اطلعك من مصايب. اسمعني كويس عادل، انت لو مش عايز هو يجينا هنا احنا ممكن نروح له هناك. نروح له هناك؟ والله ده ممكن يبقى حل. اه كده يبقى اتحلت. ايوه جاي، رص على شيشه نظيفه. يا رمزي مالك يا ابني؟ ما تقوليش يا رمزي، انت مش شايفني متخفي عادل؟ انت كده متخفي؟ ايوه يا عم. امال لو بتعلن عن نفسك تعمل ايه يا ابني؟ ما كده اي حد يعرفك. لا ما حدش هيعرفنا. بص مش ده يا عم متولي؟ اصبر. السلام عليكم. اهو ما ردش يعني ما عرفنيش يا ابني. ده ما ردش عشان عرفك يا ابني. خش يا رمزي. فرعون فرعون، السلام عليكم. ازيك يا فرعون؟ اهلا عادل ابن عمي. عن اذنكم بقى انا داخل الحمام علشان متوتر بس. طب وداخل الحمام لابس لبس التنكر وانت داخل الحمام؟ محدش هيعرفك جوه. صح صح، معلش يا دولة. صح. اهلا وسهلا. وحضرتك بقى يعني اسمك فرعون ده يعني اسم الشهرة ولا اسم العيلة مثلا؟ يعني ايه سيد كذا 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 فرعون مثلا؟ استاذ عادل، بيتهيألي انت مستغرب ازاي اديك قطعة اثرية متميزة زي دي من غير سابق معرفة. ايوه صحيح، حضرتك ما تعرفنيش، تعمل لي ازاي؟ لا هو في سابق معرفة، اخويا وحبيبي الاستاذ رمزي. والعلم حضرتك الصداقة ما تتقدرش ولا بملايين الدولارات. طبعا يعني. وبعدين لعلم حضرتك انت برضو رمزي ده ابن عمي وصاحبي، وبعدين مش ابن عم عادي يعني، ابوه يبقى اخو ابويا من اخ واحد يعني. استاذ عادل من الاخر، الاستاذ رمزي فده مليون قطعة أثرية أيا كانت قيمتها أو تخص مين. والله زي ما بقول لحضرتك يعني رمزي ده حبيبي، ده احنا متربيين تربية يعني مع بعض، وعارف هو لو مش في الحمام كان يقول لك يعني قد إيه احنا اخوات يعني. طيب أستاذ عادل، خد بقى الحتة الأصلية دي. دي الأصلية؟ طب يعني أمال حضرتك يعني التانية دي إيه؟ إزاي دي الأصلية؟ ده أنا كنت بختبرك ونجحت في الاختبار. السلام عليكم. ياه، أنا الحتة دي حطيتها في عناية فرعون من ساعة ما اديتهاني الصبح. معلش يا أستاذ فرعون، يعني حضرتك لو قلتلك إن مش هقدر أشتغل معاكم في المسلكها دي خالص يعني. أنا أحترم صراحتك، بس أحب ألفت نظرك إن لولا وجود الأستاذ رمزي ما كانش بقالك أنت وجود هنا قدامي دلوقتي في القهوة دي. ما كانش بقالي وجود؟ طب الحمد لله يعني ان رمزي ايه؟ لا بقول لك يعني احنا اخوات يعني حضرتك اكتر كمان. طيب استاذن انا. ايه يا عادل تستاذن ايه؟ مش لما تسمع من فرعون للاخر ولا ايه يا فرعون؟ تشكر يا استاذ رمزي. ده تلميذك. ده انت البرنس. ده دي وضاعه، قمه الوضاعه من حضرتك. وضاعه؟ يا نهار اسوح، يعني ربنا يديم المعروف، واضح ان في وضاعه بينكم انتوا الاثنين يعني صراحه. استاذن. استاذ عادل، لو قدرت تسلك الحته دي يبقى اتفتحت لك طاقه القدر، لو ما قدرتش ما يهمكش، انا عندي كل ما يخص الفراعنه من اول ما ابتدوا من 4000 سنه
لحد فانيلة العميد حسام حسن اللي لعب بيها في كاس العالم. فانيلة العميد حسام حسن؟ طب فانيلة ابراهيم اخوما ولا ما جبتلوش فانيلة؟ ما هو يزعل يعني. ماشي هستأذن بقى. انت استأذن ايه عادل؟ اسمع بس استاذ رمزي. امر يا فرعون. مين اخر واحد قال لي لا؟ السيد اندلع الله يرحمه. اللي قبله الشلبي شقلبه الله يرحمه. لا اللي قبل اللي قبله متهيألي متولي دنجله الله يرحمه. لا ده احنا قطعنا له ايديه ورجليه بس. ده قبل ما يموت بيومين. الله يرحمه برضو من غير ايدين ورجلين يعني. كنت عايز تقول حاجه يا استاذ عادل؟ كنت بقول يعني فين الحته اللي انتوا عايزين تسلكوها دي؟ ايه يعني حته مرايه مش هنعرف نسلكها؟ حضرتك لو عايزنا اسلك لك الهرم هسلكه لك طوبه طوبه بالمسلات اللي حواليه ان شاء الله. طب نقرا الفاتحه بقى. مساء الخير. ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده يا عادل؟ ايه؟ ولا حاجة. سيبيه يا سناء بالهنا والشفاء يا عادل. لا يا ماما ده حضرتك ده مش اكل يعني. وفيها ايه يا حبيبي لما تجيب اكل ليك انت ومراتك زي ما انت عايز. ماشي يا ماما. احنا مش هنفرق معاك. يا ماما والله العظيم ده ما هو اكل يا ماما. وفيها ايه يا حبيبي لما يبقى اكل هتدخل على مراتك بايدك فاضية؟ ادخل يا حبيبي ادخل كل وانبسط واشبع. ماشي يا ماما. واحنا هنا نموت من الجوع. يا ماما وحياه ربنا ما هو اكل يا ماما. تحلف ليه بس يا عادل؟ ادخل يا حبيبي ده انت المفروض تجيب لها المحمر والمشمر. ادخل ادخل. يعني ادخل يا ماما؟ ادخل يا حبيبي. شكرا. واحنا هنا ناولع بجاز بوسك. ماما والله العظيم والنعمه ما هو اكل. اديها حته وهي تسكت. اديها حته من ايه اذا كان ده اصلا مش اكل؟ والله ما هو اكل. بتحلف ليه وتعب نفسك؟ ورينا اللي في ايدك وخلص الموضوع. ووريكوا اللي في ايدي ليه؟ انا ما اقول ان هو مش اكل يبقى مش اكل. يعني نقول طور طول احلبوه؟ ما تاكل يا حبيبي انت حد منعك؟ خش كل انت وماتك. كل كل ادخل كل كل اهو اهو اتفضلوا. ده اكل؟ ده اكل شكله كان اكل واكلته في الطريق وخلصت عليها بما تيجي. ماشي خلصته في الطريق. بدل ما انتوا قاعدين بقى زي قطعين الطرق كده لأي حد داخل وخارج، في ورك فرخة موجود في التلاجة وموكلوه. أنا قلقان بجد على ياسمين بنتي منكم. ماما صحيح في ورك في التلاجة؟ هو فعلا كان في ورك في التلاجة بس أنا أكلته. عادل فين الاكل اللي معاك؟ لا ده ماما كانت مهلك لا تتكعبل. ايه صباح الخير. صباح النور. نمسيتك كحلي صاحي متاخر يعني النهارده. معلش يا سناء اصله اكل وشبع فالاكل تقل على معدته. معلش اصله بيتعب في شغله. عارفه يا ماما انت لو مش ماما بجد. عادل عادل بليز بليز انا عايزه حته بسبوسه. والله والله جامي مش علشاني هي علشان نجله بس نفسها مغمومه من امبارح ونفسها في حته بسبوسه وهي زي اختك برضه. والله مش عارف اقول لك ايه. ماما البسبوسه اللي عندي تهالك مش قلت لك اعملي حساب حماتي في حته ولا ايه؟ عموما البسبوسه كلها كانت مع ماما. تصرفي مع ماما بقى يلا. يو يبقى مش هاكل حاجه ولا البنت هتاكل اي حاجه. امبارح كنت بتبيع وتشتري في الذهب دلوقتي نفسك في حته بسبوسه؟ يا ساتر. مامي من فضلك عايزاكي في كلمه. جايه لك حبيبتي جايه لك حالا. شايفه خدت امها عندها في الاوضه اللي مخبيه فيها الاكل عشان تاكلها وتزغطها. مامي ما
ممكن تشوفي لي جزمه سلف من عند نجلاء؟ يا سلام، وجوزك ما يجيبلكيش جزمه ليه؟ هو هيلحق على ايه ولا ايه؟ مش كفايه قاعدين على قلبه؟ بقول لك ايه، جوزك ده معاه فلوس قد كده، لكن امه واخته منفضينه. ايا كان، انا بصراحه مش هفتحه في الموضوع ده. ده انا قعدت حاطه له الجزمه القديمه يومين على السرير علشان ياخد باله ويحس على دمه. طنش حبيبتي، حبيبتي، يا غلبك يا غلبك يا بنتي. ايه المؤامره اللي موجوده في اوضه النوم دي؟ في ايه يا حمادي؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. الله الله الله، فين الحاجه اللي كانت هنا؟ توك لسه واخد بالك؟ رميتها طبعا. رميتيها؟ رميتيها ازاي؟ وديتيها فين؟ اللي رميتها ازاي؟ هو انت ما كنتش عايز نرميها ولا ايه؟ دي قديمه جدا. وانت عايزاها جديده ليه؟ ما هي لازم تبقى قديمه. رميتيها وديتيها فين انت؟ اديتها للزبال. يا نهار اسوح، معاكي موبايل الزبال ده؟ ولا هجيبه منين الزبال ده؟ جرايا عادل، هو انا كنت طلبت منك واحده جديده ولا ايه؟ وانت تطلبي مني جديده ولا قديمه ليه؟ وانا كنت جايبها لك. يا سلام، امال جايبها لمين بقى ان شاء الله؟ جايبها بقى للي جايبها له. هي ضاعت وخلاص، هي ضاعت وانا كمان ضعت كده. انا هحصلك يا دنجله، هحصلك. انت اتحبلت بقى كل ده عشان جزمة قديمة دابت ورمتها؟ جزمة قديمة ايه بس؟ انا ما بتكلمش على جزمة قديمة، انا بتكلم على مراية قديمة. مراية قديمة كانت تحت المرتبة، مراية عاملة زي دي. ايه ده؟ ده هي دي المراية؟ انت المراية دي خدتها من تحت المرتبة يا ياسمين؟ ايوه يا بابا. ايوه يا بابا ايه؟ كنت هتجيبي لي سكتة قلبية يا ياسمين، كنت موتيني ارخص. حاضر يا بابا، المرة الجاية ان شاء الله. ياسمين اطلعي بره، عايزة اتكلم مع بابا شوية. حاضر، هات بقى المراية بتاعتي عشان نلعب بيها. لا طبعا مش هديها لك. خلاص مش المراية بتاعتي. انت كل ما تجيب لي حاجة تحط علي تحت المرتبة وانا باجي اخدها. يا نهار ابيض، يعني الحاجة اللي انا بحطها تحت المرتبة انت اللي بتاخديها؟ حرام عليك يا ياسمين، ظلمت سناء عمتك كده. مش هتديلي المراية؟ لا مش هديها لك. طب هات بقى المصروف. ده انت اللي مفروض تديني مصروف. ياسمين اطلعي بره وانا هجيب لك من المصروف دلوقتي. ولو ما ادكيش المصروف افتحي درفة الدولاب اللي على الشمال، اخر درج على اليمين وهتلاقي فيه فلوس. ايه ده؟ ايه ده؟ بنتنا بقت حرمية؟ يا نهار اسود، نبلغ فيها. عادل، حكاية المراية دي؟ المراية دي لا مفيش، دي يعني اتدبست فيها. مش فاهم. يعني رمزي جابها على اساس انها قطعة اثار مهربة يعني، فعايزنا نسربها. بصي يا عادل، احنا فعلا ظروفنا الماديه صعبه لدرجه ان انت مش عارف تجيب لي جزمه جديده، بس ده مش معناه ان احنا نصرف على بيتنا من الحرام. ايوه سعاده الباشا، هو دلوقتي على وصوله معاه قطعه تانيه غير اللي عندي. ايوه باشا، يعني اول ما يوصل سعادتك انا ممكن هو وصلوا الزباين يا عم سيد دلوقتي؟ الزباين موجودين عندي اهم، موجودين، فانا مش فاضي دلوقتي. سلام عليكم. سلام يعني ها؟ سلام عليكم. دولة بص بقى، احنا جبنا معانا ايه؟ حته جديده بتاعت ام تحتب. ام تحتب؟ مش بتاعت تحتب يعني، دي بتاع ام، وام قاعده من غير البتاع دي دلوقتي. استاذ عادل، سلكت المرايه اللي اديتها لك؟ والله يعني انا قلت اسلك الاثنين مع بعض عشان يجيبوا لنا مبلغ ضخم بقى، بدل ما اسلك حته حته مثلا يعني، فيبقى الاثنين مع بعض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ منور يا فرعون. يا باشا احنا كنا قلبين عليك الدنيا. يا باشا انا في السليم. يا باشا السليم، تسمح لي يا استاذ عادل؟ اتفضل يا باشا. ايه؟ شوف لنا دي حضرتك، فين المرايه اللي اديها لك قبل كده حضرتك؟ المرايه؟ ايه ده، انتوا عرفتوا حكايه المرايه؟ ده انتوا بتعرفوا كل حاجه. البوليس ده يا مفيش حاجه بتستخبى عليه خالص، سبحان الله. يعني المرايه ايه سيادتك؟ كنت شايلها في الخزنه عشان ما تضيعش يعني سيادتك. دي مش اصليه. ودي؟ ولا دي كمان؟ دي اثار متقلده بشكل سيء كمان. اثار متقلده بشكل سيء؟ يعني كنت عايز تضحك عليا انا فرعون؟ وانا ابقى تاجر اثار متزوره؟ اتفضل معايا. سيادتك اتفضل معاك. فين؟ خد ده، ما هو ده شريك، وما هو ده اللي جابه سيادتك. خده منك، خده منك. فرعون بس لانه بيضحك على السذج امثاله قدامي. ماشي. يا نهار ابيض،
سمعت؟ طلع بيضحك على السذج. انت مالك انت هاجي الشغل ولا مش هاجي الشغل؟ انا في يوم ما جيتش فيه الشغل. انت مالك اتاخر ولا اقفل يا رمزي اقفل. ايه ده؟ فين الفطار؟ سلامة عينيك يا حبيبي، الفطار قدامك على السفرة. ده فطار عاملين فطار لقطة، ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تشوفوا شغلكم بقى. ايه يا عادل بتجعر على الصبح ليه؟ بجعر ايه بس يا ماما؟ فين الفطار؟ انت عارفة كويس قوي ان انا بحب البيض بالبصير مع الفطار. ايه يا عادل صبريه اصبر، اهي انعام بتحضرهولك. لسه بتحضرهولي؟ امال بتعملوا ايه بالصبح؟ يا بيبي اهدى يا بيبي مش كده. صحتك يا حبيبي صحتك يا بابا، الغضب قبل الفطار بيعمل تهتكات في المريء والمعدة. انا بقى لو حصل اي حاجة بمعدتي هتبقى انتوا السبب يا هاني. في ايه يا عادل؟ ايه الغيغة اللي انت عاملها على الصبح دي؟ غيغة انت مالك انت؟ انت مالك انت اصلا؟ انت اصلا لا منك ولا كفاية شرك يا هانم. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز البيض بالبصير، ما انا بفطر وبحب البيض بالبصير مع الفطار. خلاص اهدى، اهو البيض بالبصير ما كل. اخيرا جبتوا البيض بالبصير ما؟ وايه البيض ماله ليه ايه ده وعاملاه كمان في عيش شامي يا ماما. يا ماما انت عارفه يا ماما ان انا بحب العيش الفينو من ايام المدرسه، وانا بحب العيش الفينو الصغير اللي انت كنت. بصوا انا مش واكل، انا ماشي. سلام عليكم. انا مش فاهمه كلامي خالص. هو في ايه كده ليه؟ انت عزفت يا رمزي؟ ايه دولك ما نظفش البازار ليه؟ انا نظفته يا عم. هو يا عم نظفته يا عم؟ امال ايه التراب ده؟ ها ها قصدي التراب ده. فين التراب؟ فين التراب؟ قلت لك يا دولا. ايه يا دولا مالك؟ فين ال انا مش قايل لك رص الحاجات دي امبارح بالليل ما رصيتهاش ليه؟ يا عم انا برصها اهو. يا عم برصها اهو ايه؟ وانا ما اطلبش منك حاجه وتعملها في ساعتها ابدا؟ ساعتها كنت نايم بقى يا دولا بقى. طيب والتمثال ده؟ ايه اللي حاطه هنا على المكتب؟ سبحان الله، انت مش انت يا دولا امبارح بالليل اللي قلت لي حطه هنا؟ انت بتنسى كده دايما. او انا اقول لك حاجه تعملها؟ انت مالكش شخصيه ابدا. ايه طب قول لي بقى دلوقتي، انا نفذ الكلام اللي انت بتقوله لي ولا ما نفذوش؟ يا عم بقى حيرتني. حيرتك؟ انا حيرتك؟ اه يا دولا والله العظيم بقى. يا عم اهدى كده، اهدى يا عم كده، يا الواحد واخد من الدنيا حاجه، اهدى كده واصل مراوحك تتكسر. يا بارد بارد، يا ريتني عندي عشر برودك ده. ايه يا دولا بس كده؟ انت يا عم اليومين دولت اعصابك كده مرهفه ونفسيتك ملفقه منك يا دولا. احكي لي ايه اللي تعبك؟ احكي لك؟ احكي لك انت هتصاحبني ولا ايه؟ ايوه دولا احنا مش ولاد عم يا دولا. ما تقوليش ابن عمي، ده شايفني متنرفز ما تقوليش ابن عمي. المهم سالت على المخزن اللي احنا هنخزن فيه البضاعه اللي هتيجي دي ولا لا؟ اسكت يا دولا اسكت، دي الاسعار مفرفره في الهوا، دي اقل مخزن يا دولا ب 3000 جنيه. يخرب بيتك انت فرحان، امال هنعمل ايه في البضاعه اللي جايه؟ هنخزنها فين؟ بص يا دولا بقى الفكره دي انت يعني احسن حل، يعني انت تحط التماثيل دي عندك في تحت بير السلم في العماره وتربطهم بجلازين. جلازين؟ وانا بركن عجله؟ تماثيل يا ابني، تماثيل تتسرق. طب هنعمل ايه؟ طيب ادولا بس 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 انا ما عنديش غير حل واحد، اخزنهم عندي في البيت. يا عم انت عندك في البيت، انت تسرح بيا، دي مدروزه بشر. وايه المشكله يعني؟ اي اتنين اطلعهم واحط مكانهم التماثيل لغايه ما يتباعوا. يتباعوا؟ ايه ده هتبيع اتنين من اهلك يا ادولا؟ ابيع اتنين من ايه؟ يا غبي لغايه ما التماثيل هم اللي يتباعوا. طب ما دولا تدولا برضو هيقفوا لك بالمرصاد وهيعندوا معاك وهيرفضوا هيرفضوا هيرفضوا. انت بتتنرفز عليا يا اد ولا ايه؟ مين اللي يقدر يرفض؟ انا ما ينفعش حد في البيت ده يكسر لي كلمه ابدا. صح دولا هم فعلا ما ينفعش يكسروا لك كلمه، بس ممكن يكسروا لك التماثيل يا فالح. ساعتها بقى هيشوفوا الوش التاني. وش التاني ليه يا دولا؟ هو انت براسين؟ لو حد بس منهم كسر لي كلمه يا ويلو يا سواد ليلو. ايوه دولا كده، انا بحبك كده، خشونتك ورجولتك في المواقف السهله دي اديها ما ترحمهاش. يكسر لي كلمه يا ويلو يا سواد ليلو. يا ويلو يا سواد ليلو. يا ويلو يا سواد ليلو. دولا انا هروح اجيب لك فطار. مستحيل 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 اسيب اوضتي عشان تبقى ابدا مخزن للتماثيل.
يعني ايه؟ يعني انا كلمتي ما بتتسمعش في البيت ده؟ لا يا روحي، يعني اذا اردت ان تطاع امر بما لا يستطاع. امر بما لا يستطاع؟ انت اساسا بتقوليها غلط صراحه بقى، انت يا هاني من اللي لا تستطاعي. لا لا عادل كده يا جاميه، يعني تحكماتك دي زادت قوي. والله من حكم في بيته فما ظلم. احكم يا عادل بس بالعقل وبالاصول، مش معقول تطردنا كلنا عشان تماثيل. يمكن هيأجر الشقة يا ماما فروش للتماثيل. يا فروش الترياق الترياق. طب ايه رأيك بقى ان التماثيل دي هتتحط في اوضتك وانت تفرشي ان هو لا اما في الصالة لا اما في المنور؟ ايه اخس عليك يا عادل بقى، عاوز تقعدنا احنا في المنور ولا في الصالة؟ تبيع اختك وامك عشان تماثيل؟ التماثيل دي هي اللي هجيب لنا فلوس. لا 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 انا مش قادر افهم، انت هتفضل تجري تعايرنا على طول؟ اعايركم بايه؟ انا مش بعايركم، انا بقول لكم الواقع، الفلوس اللي انا بجيبها اللي بصرفها عليكم. لا مش معقول ابدا كده، انت كل شويه تقعد تفكرنا مش كفايه قوي ان احنا قاعدين منكمشين في بيت واحد وكلنا فوق بعض؟ لا 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 ومستحملينك وانت اوفر كده. اوفر؟ حلو قوي كده بقى، يبقى جيم اوفر على راي الشاعر الاغريقي اللي قال جنت على نفسها حماتي. ده طب ممكن تبطل فتي؟ ممكن تبطل فتي لو سمحت، لان الشعر اساسا الاغريقي اللي انت بتتكلم عنه عازب مش متجوز. اهو عازب بقى مش متجوز. متجوز انا كلامي يتسمع وخلاص، التماثيل هتيجي وهتتحط في البيت كله وانتوا بالنسبه لكم تفرشوا وتناموا هنا في الصاله. ايه لا 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 بتقولوا حاجه ولا ايه؟ فلوس ولا ايه؟ مش فاهمه. اه بحسن. بطلب منكم شوية تسامح. وليه ما نخصص يوم للتسامح ونسميه يوم التسامح المصري الجميل، ويبقى تحت شعار لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك. لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك، ايه كلام الهزو ده؟ يبقى كده الواحد يبقى راجل هزو. ولسه معاكم وبرنامجكم انا في الضياع، وبنستقبل تليفوناتكم على 0550 77 3. طب والله لا اكلمك ونشوف ايه الحكاية دي. آه مشغول هرب من المواجهة الجباه. ألو مين معايا؟ أنا حسام المنيري. عم حسام، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ وإيه الشعار اللي أنت عايز تقول اللي هو بتاع لو حد خدك على قفاك سيبه وبتاع؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ واضح إن موقفك في الحياة مختلف عن مبدأنا في البرنامج، لكن ده يحفزني إني أتناقش معاك وأفتح معاك حوار. أوي أوي، افتح الحوار اللي انت عايزه، ايه بقى وجهة نظرك يعني؟ واضح ان حضرتك عصبي، هو حضرتك متجوز؟ يا سيدي متجوز. وسعيد في حياتك الزوجية؟ مش عارف. يظهر انك تعبان، انا عايزك تريح نفسك خالص وتعتبرني كأخ. هي تعباك في ايه؟ هي مش هي، هما. هو حضرتك عايش مع 2؟ يا ريت. 3؟ يا ريت. 4؟ يا أستاذ ما كانش ده يبقى حالي. بس أكتر من كده هتتعرض لمساءلة قانونية. لا حضرتك فاهم غلط، أنا مش يعني حضرتك، أنا عايش مع 6. 6؟ افهم يا حس، بس المشكلة مش في سناء أختي ولا في رانيا مراتي ولا في ماما ولا في حماتي، هم بص هم كلهم شغالين وكويسين. امال ايه مشكلتك يا دولة طالما انهم طيبين ومريحينك؟ المشكله احس بجد بقى ان الحاجه ما بتتنفذش من اول مره، لازم ازعق واشخط عشان ينفذوا اللي انا بطلبه منهم. كل الستات عموما لازم تخش لهم من المدخل العاطفي، هتلاقيهم بينفذوا امرك من تلقاء نفسهم. ايوه احس، ما انا خايف برضه امشي في الطريق العاطفي ده فلاقيه كله مطبق. ايه يا عدولة، اسأل مذيع ولا تسألش طبيب. ماشي حس، عموما دي فرصة سعيدة قوي وانا هحاول اعمل بالنصيحة بتاعتك. ماما يا ماما ماما، ما شفتيش البلوزة الصفرة بتاعتي يا ماما؟ يا الحقوني يا جماعة الحقوني. ايه في ايه رانيا؟ مخزون البسترما اللي في التلاجة خلص، وهاد رئيس حداتي عشان يروح الشغل، لو عرف هيخرب بيوتنا. انا ماليش دعوة، انتوا جواز واحرار مع بعض. انتوا خايفين منه كده ليه يا جماعة؟ قولوا له ببساطة البسطرمة خلصت. ايه هياكلكم عين بدلها ولا ايه؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الجمال، صباح الصباح.
صباح النور. صباح الخير يا ماما، يا احلى ماما في الدنيا، يا ست الحبايب، يا حبيبه. فعلا فايزه كان عندها حق. صباح الخير يا حماتي، يا اجمل حما في الدنيا. على فكره اسماعيل ياسين ابدا ما كانش عنده حق اما كان بيقول حماتي قنبله ذريه، بالعكس حماتي ملاك. صباح الخير يا احلى حما، خلفتي لي احلى مراتي في الدنيا. يعني ايه؟ يعني طبعا يا حبيبتي انت اجمل واحده في الدنيا. عمري ما كنت اتمنى في وقت من الاوقات ان انا اتجوز واحده في جمالك وفي حلاوتك وفي رقتك. صباح الخير يا رانيا. ايه ده؟ ايه الرضا ده كله؟ صباح الخير يا سناء، يا حبيبتي، يا اختي، يا جميله. يعني ايه التعليم؟ يعني التربيه والتعليم، يعني الاخت مدرسه، ويا سلام لو تجريبيه، يعني مصاريف زياده واذيه وقلق، وتعتبري سفيره ابليس في هذا البيت. يا سلام يا سلام على السعاده، يا سلام على الاستباحه الحلوه في البيت السعيد اللي انا عايش فيه. عادل اسكت يا عادل، مش مفيش بسطرمه، ورانيا نسيت تجيب لك بسطرمه، عيطنشتك يعني ما اشتريتلكش بسطرمه. عادي جدا مراتي حبيبتي ونسيت تجيب البسطرمه، ايه المشكله؟ عادي خالص. ده كفايه بس ان مراتي حبيبتي عليها عبء ومسؤوليات كتيره جدا في البيت، يعني هحملها ايه اكتر من اللي هي فيه ده؟ ربنا يكون في عونها صراحه. والله يا عادل حاولت اعوض ببديل بروتيني اخر كشرائح السجق بالكبده الحاره، ولكن يعني فقد. يا حبيبتي ده كفايه بس كلمتك دي، من غير ما تعوضي ومن غير اي بروتين ولا اي حاجه خالص، كلمتك دي لوحديها بس يا رانيا شبعتني، هقعد عليها خمس ست ساعات كمان على ما يعني اجوع تاني. يا سلام، ربنا يكملك بعقلك يا عادل. تصور انا كنت متاكده ان زرجنت امبارح دي غزة شيطان. فعلا يا ماما عندك حق، الشيطان ده فظيع، بس كان عايز يثبتني ويغزني. رحت انا ادركته وقلت له ايه ده راح فين؟ لا دي عيلتي، دول اهلي، اوعى. الحمد لله يا عادل، الحمد لله ان لحظة الغضب دي امبارح كانت لحظة عابرة. الحمد لله ان لحظة غضب امبارح كانت سحابة مصيف. سحابة مصيف يا رانيا، حرام عليكي بقى، ارحمي مكتبة اسكندرية شوية، خلي حد غيرك يستعير. ما اسعدنا عائلة، ما اسعدنا. هدولة طمني، انا متغوغش. ايه بيتهم في الصالة ولا ايه؟ لا يا ابني ما بيتهمش في الصالة، بالعكس ده انا بيتهم على كفوف الراحة. نخيت. ايه الخه اللي انت بتقولها دي؟ وبعدين انت مالك، انت سخنان قوي على بياتهم في الصاله. اشمعنى يعني انا اللي انام في المخزن؟ وايه المشكله يعني ما تبات في المخزن؟ هم حتى لو باتوا في الصحراء يا رمزي انت برضو هتبات في المخزن. ايه خد خد خد، بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب. يا دول افهمني بقى، ما تبقاش معصلك دماغك. يا عم انا سامع ان المعلم ترسى هيشتري المخزن واشترى معاه هرمين وهيخزنهم فيه. طب والهرم الثالث يعني هيسيبوا لمين؟ فرصتنا بقى دولة، فرصتنا احنا بقى نخش بتقلنا نشتري الهرم التالت نخزنه، سعره يعلى نبيع. ايه بس احنا عمرنا ما اشتغلنا في الاهرامات قبل كده يعني، واسمع كمان الهرم ده بيبقى له عمر افتراضي زي الجبنه النست، وعمره الافتراضي 9000 سنه. بص يا رمزي انا متهيألي احنا ممكن نأجره قانون جديد احسن. يا دولة فارم عليك، احنا ممكن نأجره فعلا وبعدين نطلعه بقى في الاعياد وشم النسيم وكده نأجره للعيال. صح، دي فكرة حلوة برضو، ويبقى جنب الهرم ده ممكن نجيب لنا ايه، جمالين ثلاثة على كرتونتين بقى مية معدنية على شوية مراجيع على شوية زحليق، ويبقى أول مولد فرعوني. أيوة يا دولة، والناس كساعتها بقى ممكن تستخدم الهرم ده كزحليقة، يعني يطلعوا لفوق كده ويتزحلقوا لتحت. أيوة يتزحلقوا لتحت، ينزلوا ميتين، ناخدهم نحنطهم ونتوسع بقى. يلا. انا اتحمست خلاص، اتحمست. هنشتغل امتى بقى دول؟ هنشتغل على طول يا ياض، بس افتكر لو احنا اخذنا الهرم ده ممكن ننقله فين مثلا؟ عارف تفتكر ممكن ننقله فين؟ فين يا دول؟ مش عارف. متهيألي ممكن ننقله رمسيس، هم مش نقلوا تمثال رمسيس ودوه الهرم؟ شفتهم في التلفزيون. بس يبقى احنا ننقل الهرم نوديه مدار رمسيس، يبقى مدار رمسيس اسمه مدار الهرم، والهرم يبقى مدار رمسيس، بحيث اللي رايح الهرم يروح رمسيس واللي رايح رمسيس يروح، يعني ندخل القاهره في الجيزه. صح يا دول. طب ايه رايك بقى ما دام سخنت يعني ما نشيل مع ابو الهول؟
لا 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 لا، ابو الهول مناخيره مكسوره ما يجيبش حاجه. لا لا لا، المهم بص يا رمزي. اسمع مين يا دولا؟ يا عم اسمع انت كلامي، انا فاهم بقول لك ايه، انا راجل دماغي كلها عارف بيزنس يعني. ها الطلبات دي عايزك تروح تجيبها وتجيلي بسرعه. حاضر يا دولا. عينيا. هجيبها بقى منين؟ هتجيبها من الهرم. قصدك رمسيس يعني؟ هوا فرقة. لا يلا رمسيس ولا هو احنا اشتريناه لسه؟ يخرب بيتك. واو، عقد بلاستيكي مرصع بالبلورات الزجاجيه وفتافيت الاحجار الاوتوماتيكيه. يا نهار ابيض، انا حاسس يا حبيبتي ان انا متجوز موجهه فيزياء. بيبي انا بدات احس ان انت بقيت رومانسي جدا. انا حاسه ان انا عايشه مع تامر حسني في البيت. تامر حسني، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بص يا رانيا، ده حاجه بسيطه جدا بس عشان اعبر لك بيها عن حبي واعبر لك قد ايه ان انا مقدر تعبك في البيت هنا. ميرسي. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ يا ست الحبايب، يا حبيبه يا حبيبه. ازيك انت يا حبيبي؟ بص يا ماما، ايه رايك بقى في العبايه دي؟ حلوه قوي قوي قوي، بس مش دي كبيره على رانيا؟ لا رانيا ايه يا ماما، انا جايبها لك انت يا ست الكل، يا ست الحبايب يا حبيبه. يا حبيبي ربنا يخليك ليا. هو النهارده عيد الام؟ وانا مستني يعني عيد الام عشان اعبر لك عن حبي ليكي يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ انت عارفه بجد انا بحبك، بحبك جدا يا ماما. وانا بحبك قوي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. عارف لو طلبت عينيا اطلعهم كده واديهم لك. يعني احنا مش عايزين نستعجل الامور، بس عموما مش هتوصل للعينين. يعني كل اللي انا اقدر اقوله لك اني بحبك يا ماما، وخصوصا ان انت اول كلمه نطقها لساني. اول بس؟ لا تاني كلمة. أول كلمة كانت واء، تاني كلمة ماما ماما ماما. كوتي 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 كوتي. واو، مش معقول يا عادل، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ده البارفان بتاعي. أنا عايز أعرف إزاي عرفت إن أنا بستعمل البارفان ده؟ حماتي أنت بس عشان تعرفي إن أنا بحبك، أنا جيت من وراكي وخدت علبة فاضية من علب البارفان بتاعتك ورحت مليتها من المستودع. الله. يا سلام على السعادة للواحد فيها. فعلا مفيش أجمل من بيت الواحد وهو قاعد في وسط أهله، مراته اللي بتحبه وأمه اللي بتحبه وبتدعيله وحماته اللي بتحطيله أحلى فرفان. يا سلام، أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي يا وردة. ربنا يا حبيبي يديم عليك السعادة والهنا. عادل بجد بجد يعني أنت بقيت تري جانتيل. مرسي قوي يا حماتي، ربنا يخليكي ليا. شفت يا بيبي لما قدرت تكبح كباح غضبك الدنيا بقت لطيف، لما بتقدر تمسك انفعالاتك الدنيا بتبقى الطف وفي سعاده فظيعه. طبعا طبعا يا حبيبتي طبعا. يعني انا عارفه اكتر حاجه عجباني فيكي نطقك للكلام صراحه يعني. ايه ده الباب بيخبط؟ اقوم افتح؟ لا 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 لا، اوعى تتحرك، انا اللي هقوم افتح. معقوله يا حماتي؟ مش عارف ذوق حضرتك ده والله. يا حبيبي لا، انت ما تتعبش نفسك ابدا ابدا ابدا، كلك تري جونتي بجد. السلام عليكم، ازيك خالت مراني؟ عادل موجود؟ اه. دولا دولا الحقنا دولا، روحنا في داهيه روحنا في داهيه. ايه روحنا في داهيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بضاعه ام 20000 جنيه اللي احنا كنا متفقين عليها وصلت دلوقتي. طيب وايه المشكله لما توصل دلوقتي؟ ايه اللي يودينا في داهيه؟ ما تخزنها في المخزن. ما المصيبه دولا ان المعلم ترسى راح وادى 1000 جنيه زياده لصاحب المخزن اللي كنا هناخده وراح خزن فيه الهرمين بتوعه. ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هو في إيه بس يا عادل؟ بضاعة، بضاعة بما لا يقل عن 20000 جنيه مصري فقط لا غير، معرضة لأسوأ حالات الطقس، معرضة للمطر تمطر عليها تبوج. أنت بتقول فيها دولة؟ دي منظرها يصعب على الكافر يا رجالة. اللي يحك فيها بقى واللي يخبط مركونة قدام باب البازار في الشارع. والعيال يا دولا، العيال بيلقفوا التماثيل لبعض، الخسائر وصلت 1500 تمثال. كفايه كفايه كفايه. تماسك يا عادل، تماسك يا حبيبي، ربنا يخليك. تماسك ايه؟ بضاعه ب 20000 جنيه بيقول لي بيلعبوا البعض، بيلعبوا بيها صيادين السمك في الشارع. اعمل ايه؟ انا مش مهم،
انا مش مهم ان انا اتمرمط، انا اتعودت على المرمطه، لكن انتوا ذنبكوا ايه؟ معلش يا عادل، كل مشكله ولها حل يا حبيبي. ايوه يا عادل، كل مشكله ليها حل، بس هي ايه المشكله؟ المشكله انت مش فاهمه يا نهار اسود. مشكلة بضاعه ب20,000 جنيه بايتة في الشارع لوحدي. خلاص يا بيبي، انا على استعداد ان انا بات هنا في الصالة وتنيم انت البضاعة على السرير جوه في الأوضة. لا انا لا ممكن اشردك ابدا. لا بقى، ابني ما يباتش في الصالة، انا امه ولازم اضحي، انا اللي هبات في الصالة. لا انا اللي هبات في الصالة. لا انا يا رمزي، الفاكس جه. خلاص فضيت البيت عندي وبقى مستعد لاستقبال البضاعه كلها. اهو يا دول الفاكس، بس في مشكله صغنططه. ايه المشكله الصغيره؟ ان هو مكتوب بالعربي. يا سلام، وانت ثقافتك انجليزي؟ هات يا ابني. يس. لا ما مش وقت، انت شايفني اساسا قلقان عشانه. ها يا نهار اسود. ايه يا دول؟ الطلبيه بتاعت التماثيل اتلغت. ما تتلغي يا عم، احنا خسرانين حاجه؟ ولا دفعنا ولا اي حاجه، هم الخسرانين. ايوه ما احنا ما دفعناش عربون ولا حاجه، بس انا خسران الهدايا اللي انا جبتها لهم في البيت دي كلها. بص بقى يا دول، اسيبك بقى من الحاجات دي كلها، انت فرصتك في اللي جاي في نقل الهرم، وانا خلاص بقى ربطت لك على ونش، ما ترجعش في كلامك كل مره. الهرم. والله تصدق فكره، بس لا سيبك من الهرم، انا بفكر في حاجه ثانيه خالص يا رمزي. انا بفكر ان احنا ننقل الاقصر. الاقصر حلوه دي يا دولا، ننقلها بالسياح. ايوه، وبرضه منها نشغل البازار عندنا هنا. يلا كبري قصر النيل نفسه، ناخد الاربع اسود اللي عليه دول، ها نوديهم بقى جنينه الحيوانات. يلا مع اصحابهم بقى ومع اخواتهم. ايوه صح، ونقوم بقى جايبين القناطر حاطينها فوق الكوبري. بصوا يا رجاله، المهم اللي انا عاوزكم علشانها دي مهمه استنحاريه، ها مش اي حد يقول. لازم تكون رجاله قلبها ميت، لافه وعارفه الدنيا كويس، لا بقى بيهمها لا قانون ولا حكومه. انا عايزكم يا جماعه تفوتوا في الصخر وتسيحوا الحديد. المهم يعني هتقبضنا؟ عيب عليك، كل واحد يا رجاله ليه ربع جنيه برايز وشلينات لو استنصتوه ورمتوه بالحجاره. ها اول ما تشوفوا على طول. انتوا عارفين شكله ولا لا؟ شعب عليك يا رمزي، شاور لنا بس انت على الضحيه واحنا مش مخلك سلف. هشاور لك يا معلم، انا عاوزكم بقى تكرتوه على قفاه لحد ما يقيح. زي ما عملنا فيك اول ما عرفناك. بس احنا دلوقتي بقينا اصحاب وحبايب، صح ولا لا؟ شفتوا بقى انا ازاي بجيب لكم شغل وبظبطكم. يلا بقى مع السلامه يا رجاله. مع الف سلامه. مع السلامه يا رجاله. مع الف سلامه. ايه ده يا رمزي؟ العيال المتشرده دي؟ لا دول كانوا بيسالوا على تمثال نحو الاميه. لا ما دام تمثال نحو الاميه بقى لازم يسالوك انت، صح؟ بقول لك يا رمزي روح هات لي سندوتشين بسرعه عشان ما فطرتش. يلا يا عم تبعت حد غير. يا عم ما فيش حد غير هنا في المحل ده. يخرب بيه، انت مش عارف ان ما فيش حد غيرك هنا في المحل؟ ما ايوه يا ابني ما فيش غيرك في المحل. روح يلا بسرعه. المحل قفل بتاع السندوتشات. استهبل يالا، انت لحقت تروح؟ روح يا هات السندوتشات يالا. وبقى دولا بقى، دولا هو محسن اللي كان متجوز سناء ده رخم ليه كده؟ انت مالك ومال محسن؟ ومال محسن بالسندوتشات اللي انا بعتك تجيبها؟ هو صحيح دولا محسن ده عايز يرجع سناء تاني ولا ايه؟ انت مالك يا ابني؟ تتكلم في حاجات عائليه زي كده ليه؟ انت مال ايه اللي دخلك في الامور العائليه دي؟ هو انا مش من العيله يا دولا، انا مش ابن عمك. هو عشان ابن عمي تبقى من العيله؟ امال. لا يا ابني، العيله حاجه وابن عمي حاجه، انت فاهم غلط خالص. مفيش صله قرابه بيننا وبينكوا يعني. ازاي يعني؟ يعني ده موضوع هبقى فاهمه لك بعدين. المهم تجري بسرعه دلوقتي تجيب لي السندوتشات. خد وهات لي نفسك سندوتشين كمان يا عم. معقولة يا دولا؟ يا ده عيب يا ده، انت ابن عمي. فتحي انا عايز اشوف الشقه. شقه؟ شقيت انا؟ مش شقه خالتي؟ لا شقه خالتك اكيد في السويس يا في بورسعيد على حد ما اعلم يعني. انا طبعا قصدي شقتك انت. بص
بنتي مش هتخش على عفش قديم ترميه توزعه، مش مشكلتي. انا هنزل انا وهي بعد ما نشوف الشقه وننقي عفش كده عرايسي. ماشي، الله يكتر خيرك يا طنط. انا مش عارف انت ليه مكلفه نفسك كده. لا احنا هننقي العفش ونجيبه وانت اللي هتدفع. انا اجيب؟ حضرتك تجيبي، المهم ان تجيب واحد. صدقيني يعني مش هتفرق معانا، بس انا الزماره اللخماني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا سناء، انت ما لبستيش لسه؟ الماتش بقى عليه نص ساعه. لا ما انا مش هلعب النهارده. ايه ده، انتوا هتلعبوا؟ لا احنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والسكه في نادي السكه. على فكره انا اسمع ان استاد نادي السكه مكيف، حتى بالاماره اللعيبه بيبقوا لابسين شورتات ومش بردانين، تلاقيهم متقلين من فوق. انا مش خارجه يعني مش خارجه. ليه كده يا سناء؟ ابوس ايديكي ابوس ايديكي، ما تحطمنيش، انا محتاج لك. انا طول عمري بروح الاستاد وبقعد هناك، انا بشاور بالعلم، وماما قبل ما تعيا كان بتزمر او العكس، وبعد ما عيت ما لقيتش حد يزمر وحد يمسك العلم معايا، انا بقعد ازمر وبشاور بالعلم الاتنين مع بعض. بابا ماما انا مش خارجه معاك يعني مش خارجه معاك. امال مين اللي هيزمر؟ السلام عليكم. كويس انك انت جيت يا استاذ عادل. يرضيك يرضيك ان سناء مش عايزه تخرج معايا؟ طبعا يرضيني، برافو عليك يا سناء. شوف يا ابني، بنت الناس لازم تستاذن الاول قبل ما تخرج. برافو عليك. لا ما فيش مشاكل يا سناء، خرجي معايا. حاضر يا ابي. طب اتعلم بقى يا. وعلى كده عشان ما تتضايقش حضرتك، تحب نرجع الساعه كام؟ بص يا سناء، انا مديكي كارت بلانش ترجع زي ما انت عايزه. طب امسح مناخيرك. ضحكت عليك، مفيش اي حاجه في مناخيرك تمسحها. عارف لو عملت كده تاني مش هخليها تخرج معاك. انا بقول لك اهو. اخرج معاه ازاي؟ افرض حصلت مشكله، حصلت خناقه، اعمل ايه وانا ست بطولي؟ بطولك ازاي بس يا سناء؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل يعني؟ وبعدين لو حصلت مشكله انت مش معاك الراجل ليه؟ وفي حد تاني خارج معانا ولا ايه؟ لعلمك ده عايز ياخدني معاك عشان لو حصلت مشكله ادافع عنه. لا انا ما بخافش من اي حد، يعني سريع جدا، وبعدين هي مره واحده بس اللي اتسرق مني فيها البنطلون. وعايز نخرج معاه وكمان في الاستاد؟ ده بيقولك اتسرق منه البنطلون. وايه المشكله يعني؟ ما تلبسيش انت بنطلون وخلاص. كويس قوي يا فتحي ان انت صرحتنا بحكايه البنطلون دي. البنطلون بس يا جماعه، مفيش خروج قبل ما تشربوا العصير اللي انا جايباه. ايوه محدش يمد ايده على العصير، انا بقول لكم اهو، لان دي مش هتبقى خروجتكم، هتبقى خرجتكم. انا رايي ان انتوا تاخدوا العصير ده تدوه للفريق المنافس بتاعكم. عادل مش هخرج معاه يعني مش هخرج معايا. عادل بص يا رانيا، انا في موضوع مهم جدا عايز اتكلم معاكي فيه، بس قلقان جدا لان انت بالذات لسانك ما بيقعدش جوه بقك خالص. اخس عليك يا عادل، اخس عليك يا عادل، انا لساني ما بيقعدش بقي؟ حرام عليك يا مفتري، ده انا خزينه اسرار البيت ده كله. ماشي يا خزينه، على الله بس تقولي لحد. محسن طليق سناء جالي وعايز يرجع لها. هايل، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هو حس بغلطته وحس بالندم وعايز يرجع لسناء تاني، لان حاجه. ايه ده؟ بس ده سناء مخطوبه يا حبيبي. يا سلام، لسه واخده بالك دلوقتي حالا ان سناء مخطوبه؟ وحتى لو ما كانتش مخطوبه انا ما كنتش هرجعها لمحسن، ده ندل وجبان، استحاله ارجعها ليه يعني. ده كفايه كفايه ان هو بهدلها البهدله دي كلها، ان شاء الله حتى تقعد تعنس وما ترجعلوش. ما هو انا ما عنديش مانع خالص ان سناء تعنس، بس على الاقل ما تبقاش العنوسة عندي في البيت. بص يا رانيا، انا ما بفكرش في كده، انا بفكر ان فتحي ده لو اتجوز سناء هياخدها ويمشي، يبقى اكيد ان شاء الله مش هتعنس ولا حاجه. ما هو أصل أنا مش عايزاك تحط أمل كبير قوي على موضوع فتحي، لأنه الحقيقة إن سناء بتعمل فتحي تقريباً وحش جداً لدرجة إنها ساعات بتديله بالجزمة. بالجزمة؟ بص يا حبيبي، أنا عايزاك تروح تكلم فتحي وتقول له إنه هو لازم يسترجل شوية مع سناء، يعني يحسسها برضه إن هو ناشف كده، تحس برجولته، لأنه مهما حصل الست دايماً بتبقى حاسة إنها لازم تحس كده إنها ضعيفة قدام الراجل بتاعها. وضع طبيعي طبعاً، لازم الراجل يثبت نفسه طول الوقت قدام الست يعني. تلعبين ريست؟ ريست إيه عادل؟ بس أقول لك على حاجة يا حبيبي، أنت بكرة تكلم فتحي وتقوله إن هو لازم يسترجل شوية، وأنا سيب لي سنة أنا هتكلم معاها وأقنعها ونخلص بقى. ماشي، سيبك من سناء ومن فتحي وراعوا الاثنين، تلعبين الريست، لازم احسسك برجولتي طول الوقت. لعبين الريست. ماشي عادي، يلا ماشي العابي ريست.
ماسكه ماسكه في الطرف. استنى بس ما تحججش. ها حسيت برجولتي؟ انت كنت عايزني في ايه يا استاذ عادل؟ بص يا فتحي انا عايزك في موضوع مهم جدا، بس انت ايه اللي شخرمك كده؟ انت رحت الاستاد برضو؟ اكيد رحت ماتش الاهلي ما دام في احمر كده. ده مش من الاهلي ولا من الاستاد، ده انا اتقلبت في الشارع بتاعنا. طب وما كلمتش سناء ليه تيجي تاخد حقك يا عم العنتيل؟ اي 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 سهبل كفايه، روح هات له قهوه بدل المرمطه اللي هو فيها دي. دول القهوه دي بتاعت الكبار، انا هروح اجيب له جنزبيل واحاسب رجاله وارجع تاني. اي 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 خلاص 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 مشي مشي مشي. قول لي بقى، انا عايزك اصلا يا فتحي في موضوع موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا مهم جدا. قوله قوله لي على طول وانا هسمع على طول. قول. بص يا فتحي، ايوه، تفتكر ازاي الطريقه بتاعه التعامل بين الراجل والست؟ حاجه بسيطه خالص. بص التعامل يختلف، يعني بص هو الراجل راجل والست ست، يعني ده طريقه وده طريقه، يعني اللي يعجب الراجل ما يعجبش الست، واللي يعجب الست ما يعجبش الراجل، وش قلبها هي هي. ايوه، واغسل يديك قبل الاكل وبعده، وهنيالك فاعل الخير والثواب، والبحر بيجوع. انا تهت مش فاهم حاجه، البحر ايه اللي بيجوع؟ ايوه انت اصلك مش فاهمني، يعني تفتكر ازاي الراجل يعامل الست؟ يعني هل ينفع مثلا الست هي اللي تمشي الراجل يا فتحي؟ لا 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 معلش يا استاذ عادل، انا اسف، يعني انا ما اقدرش اتدخل يعني بعلاقتك الشخصيه انت ومدام رانيا نهائي. ما اقدرش اتدخل، لو اتدخلت هبقى انا الوحش صدقني، لان هقول حقيقتك، هقول حقيقتك كامله ليها، واقول حقيقتها كامله ليك صدقني، هلخبطكم في بعض وفي الاخر هتزعلوا مني، وانا ما بحبش حد يزعل مني. لا 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 انت فاهم غلط خالص، انا ما بتكلمش على رانيا، انا بتكلم على سناء. ايه ده، هي سناء كمان بتعمل معاك كده؟ لا 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 تقلقش يا استاذ عادل، انا هكلمها تخف عنها شويه. سناء تعمل معايا انا كده؟ يا ابني افهم بس كويس قوي، انا بيتي ممشيه على العجين ما يلخبطهوش، ما فيش واحده من الست ستات اللي عندي في البيت تقدر تتنفس، واخد بالك، تتنفس من غير ما تاخد اذني اصلا. انا بتكلم على علاقتك انت وسناء. انا عارف ان انا قاسي جدا شويه حبتين صغيرين كبار يمكن مع سناء، بس انا يعني هظبطها ان شاء الله، ما تقلقش عشان خاطر عيونك. فتحي فتحي فتحي، العبط لما بيزيد بيقلب لهبل على طول، عشان كده انا جاي اتكلم معاك بقى في حاجه تانية خالص. انا هجيب لك الخلاصه، هجيب من الاخر. كله انت يا فتحي لازم تبقى راجل. ايوه قدام سناء. وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شو، يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. خلاص صحي يا حبي يا حبي، خلاص يا فتحي يا فتحي، خلاص يا فتحي. بحبها بحبها يا استاذ عادل، بحبها قوي، وكلمة بحبها دي كلمة لا يمكن تعبر خالص عن حبي ليها. أنا بحبها، بحبها حب، بحبها حب، بحبها حب من الحب. انتوا ايه مش حاسين ان انا بحبها حب من الحب؟ بحبها خلاص خلاص، ما دام بتحبها يا اخي لدرجه الجنان اللي انت فيه ده، حسسها برجولتك. شوكها بدقني؟ شوكها بدقنا؟ هتستهبل، هو انت عندك دقنه اصلا؟ ايه ده، ما انا بحلقها كل يوم وما بتطلعش. خلاص اضربها بالجزمه. اضرب دقني بالجزمه؟ ما هي وشي يوجعني. فتحي روح يا فتحي، روح يا فتحي، انت مفيش فايده فيك، اتكل على الله. اتكل على روح فين؟ اتكل على الله، امشي يا فتحي، انا مش ناقصك بجد بجد. مش ناقصك. انا فهمتك، انا فهمتك، انا فهمتك فهمتك. صح صح، انت عايزني اوري سناء الوش التاني. وانت عندك وش اولاني اصلا. اتكل على الله، اتكل على الله، امشي امشي، اخرج بره البازار. اخرج بازار؟ بازار ايه اللي اخرج منه انا؟ اخرج من هنا، اخرج من عندنا يعني. ايوه فين البازار اللي اخرج منه؟ هو ده اسمه بازار. يلا اتكل على الله يا فتحي. ايه ده البازار ده؟ انا كنت فاكره دكان. يلا يا فتحي شو دي بيها. يلا يا فتحي ما تخلينيش الغي رايي. لا 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 يا حبيبي، اتكل على الله يا استاذ عادل.
يلا يلا خلاص حلوه البوسه. شكر والله على كل اللي انت عملته معايا. يلا حاضر حاضر خليك كله زي ما هو اهو. شاكرين يا استاذ عادل. اشكرك جدا والله. اللي رجعت تاني قلت اجي اقعد معاك شويه في كومبيوتر كلاس. لا وايه اللي قعدك معايا بتكر على الله؟ العيال اللي ضربوني لسه واقفين بره. واقفين بره؟ ولا تعالى يالا تعالوا هنا يالا. انتي مخبيه عليا حاجه؟ انا مخبيه عليكي حاجه؟ مش ممكن طبعا يا بنتي، ما الاكل عندك على الترابيزه كله مش مخبيه. يا رانيا يا بنت مجيده، ده انا لف 30 واحده زيك حوالين صباع رجلي الصغير. على فكره بقى انا مفيش 30 واحده مني، انا رانيا واحده بس في الدنيا كلها. في سر مخبيه عليا انا اطلاقا. طب عيني في عينك كده. يا سلام. انتي ناسيه انا استاذه علم نفس، يعني الحاجات دي افهمها عادي، وانتي مش محتاجه لا علم نفس ولا حتى ربع كتاب. بصراحه يعني انا مخبيه عليكي حاجه بس ما مش هقدر اقولها لك. طب ايه رايك تقولي لي على الحاجه ديت وتبقى سر بينا، يا اما اديكي قلم على وشك ينسيكي كل اللي فات من حياتك. محسن طليق راح لعادل البازار وطلب منه ان هو يردك بس عادل رفض. محسن؟ طب ايه رايك يبقى الموضوع ده سر بينا وما تقوليش لعادل انك قلتيلي. يا بنتي انت بتهرجي بحياه ربنا بجد يا سناء، انا امينه الاسرار في البيت ده. ما انا عارفه انت اي حاجه بتسمعيها مش ممكن تقوليها ابدا لحد. يعني خزينه اسرار. السلام عليكم. ايه ده؟ يا رانيا مخبيه ايه عليا؟ انا مخبيه حاجه حاجه؟ انا مخبيه حاجه؟ حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم، مالكم كلكم النهارده بتقولوا ان انا مخبيه حاجه ليه؟ حرام عليكم يا جماعه، يبقى اكيد مخبيه حاجه. تعالي وريني عيني في عينك. تعالي مخبيه ايه؟ اصل الصراحه يعني سناء عرفت ان طليقها محسن جالك البازار وانت رفضت ان انت تردها. ده لا يمكن ابدا يحصل. ليه يا طنط بس ليه؟ ما احنا عايزين نخلص من سناء فنجوزها اي حد وتفك عننا شويه. ده محسن ده ندل وجبان وواطي، ده ياما عمل فيها وبعدين اتجوز عليها. انا ما انساش وما رحت ازورهم قاعد يطفح وياكل وانا واقفه جعانه وما سالتش فيا. ده بيدفعها مواصلاته وهي معاه. لا يمكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، سناء مش هتتجوز محسن طول ما انا عايش. بقى كده يا رانيا خش انت بقى يا ماما ريحي في اوضتك بدل ما انت كنت نايمه انا هو على الكنبه. بقى كده يا رانيا، بقى كده تقولي لسناء. ماشي يا رانيا ماشي. عادل اقعد. عادل انت ما قلتليش ليه ان محسن جالك البازار؟ انا شايف البراد على البوتاجاز هروح الحقه قبل ما يفور ويولع الدنيا. المطبخ من هنا مش من هنا. رانيا اروح انا بقى الحق الشاي فعلا قبل ما يبوظ. انت هتستعبط. نعم خير. كل الخير. سناء بصي انا هتكلم معاكي بس بالذوق. انا اللي هتكلم معاك. كل انك قويني ببيتك ده ما يديلكش الحق انك تتدخل في حياتي وتمشي في الممنوع وتركن فيها بالطريقه دي. أقويكي في بيتي إيه يا سناء يا حبيبتي؟ أنت أختي. لا قويني وجميلة وأنا شايلها في رقبتي ومتشكرة جدا، لكن لما طليق يجيلك ويعوز يردني تاخد رأيي الأول مش ترد كده من دماغك. آه صح برضو لازم أخد رأيك فعلا.
وما تعملش 10 رجال عليا. اه 10 رجال ايه ولا 100 راجل ينفع طبعا. ولا انت ولا 100,000 راجل يقدروا يمشوا كلمتهم عليا. ولا بلد بكامله يعني حد يقدر يمشي كلمته عليكي يعني. انا وفتحي اتفقنا على كده على فكره. فتحي؟ ايه اللي جاب سيرة فتحي دلوقتي؟ انت عملت انت وفتحي النهارده؟ مين قال فتحي؟ انت دلوقتي قلت فتحي. لا انا بقول بالنسبه لفتحي يعني كنت باصي عليك يا سناء. موضوع محسن، موضوع فتحي مالكش دعوه بالمواضيع دي خالص. حاضر، تأمري بحاجه تانية؟ اتجوز فتحي، ارجع لمحسن شيء ما يخصكش، وما تفكرش في مواضيعي، وما تاخدش فيها اي قرار، فاهم؟ فاهم طبعا يعني، بس حضرتك يعني تتجوزي فتحي ومحسن اتنين مع بعض يعني غلط طبعا يعني. شيء ما يخصكش، شيء ما ما تفتحش بقك في الموضوع دوت، ولا تفكر فيه حتى جوه في دماغك حتى في سرك. وانا لو فكرت فيه في سر يعني هتعرفي انت ازاي؟ هيبان على قفاك يا سي عادل. طيب عايزه مني حاجه ولا خلاص ولا ايه؟ بالسلامه. ماشي، مع السلامه. يا رانيا فين الشاي يا رانيا؟ لا انا راجل البيت اطلب الشاي الشاي يجي. ومع بدء موسم التزوج لهذا الحيوان تتنافس الذكور على ارضاء الانثى بشتى الطرق، فتتناطح الذكور وتتعارك بدمويه. يلا خليهم يقطعوا بعض. تحبي اقول لك كنت فين يا نوجة؟ وتقولي لي ليه انا كنت فين؟ انا عارفه كويس انا كنت فين يا سوسو. تحبي اقول لك كنت بتعملي ايه يا نوجة؟ برضه انا عارفه يا سوسو انا كنت بعمل ايه. ويا ترى امك يا نوجة، ولا بلاش امك هي مش فارقه معاها، يا ترى جوز اختك يا نوجة كان عارف انك في حفله ميد نايت، حفله سينما مع راجل متجوز؟ لا يا سوسو يا حبيبتي، انا بصراحه كده ما اعتقدش خالص انه عنده فكره باي حاجه. يا ليله الادب، انا اللي اسمي مخطوبه بروح حفله من 6 لـ 9، انت داخله ميد نايت يا بتحه؟ ده انا هجر راسك هفضحك يا عادل. بس بس يا عادل. بس 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 يا عادل. بس بس ابوس ايديكي، بطلي بقى ما تقوليش لحد. سيبك من ايديا وبوس رجليا، انت عايزه مني ايه؟ وكملكة النحل تقوم أنثى هذا الحيوان بتسخير أفراد من القطيع لخدمتها، في حين تستلقي على ظهرها في استرخاء في بركة من الوحل. هو في وحل أكتر من اللي احنا فيه ده؟ يلا نجرب. اعملي كوباية شاي سخنة عشان اللي اسمه فتحي ده قلبي نافوخي. يلا شهلي. استني وريني ايدك اللي بيها. لا 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 سناء، دي بتوجع قوي. اخص عليكي يا نوجة، انا يا حبيبتي اذيكي؟ انا اضربك؟ ده انت زي اختي الصغيره. المانيكير الجميل ده بتاع امك؟ ايوه. طب يلا يا حبيبتي انجري ادخلي اوضه مامتك، هتلاقيها مخبيه ازازه المانيكير تحت المخده، تجيبها لي عشان عايزه احط منها، وبعد كده تنجري تمسحي المانيكير من ايدك عشان ما بحبش حد يحط نفس اللون اللي انا حطاه. حاضر. شهلي. الو محسن، احنا مش قلنا ما تتصلش هنا تاني؟ انت غتيت قوي كده ليه؟ استنى استنى استنى. قد يباغت احد ذكور هذا الحيوان الانثى بالاقتراب المفاجئ، وبطبيعه الحال تنبئ محاولاته بالفشل في بدايه الامر. لكن في دنيا الحيوان البقاء للاقوى.